السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الويل، كيف هذا وأين منتهاه؟ حسبك يا محيو، ما حدث حتى الآن ليس ذا خطر. بحق الأجداد لا تزيدني محنة. مرحبا بكم محبي مسلسلات إذاعية، ولكن معك حق، فسلا ليست هي تمليل. هذا أيضا نتجاوزه يا أمير سلا، ولكن سيأتي وقت تعتذر فيه. هيا هدئ روعك وبادني الرأي فيما يتدارك به الموقف. ماذا تنتظر أن تسمع مني بعد الذي جرى، بعد فوات الأوان؟ كان يمكن عمل الكثير لو وافتنا نجدة أحلافنا في وقتها المعلوم. أما وقد صارت على هواها فلتتحمل سلا المسكينة عانة الحصار، ثم لتسلم أو لتذكها جحافل الغزاة. كفى قنوطا يا محيو، ما جرى حتى الآن جولة من الحرب وليست كلها. معركة يبدو أن الأعداء كسبتها ولكنها غير حاسمة. إن برغواتها طويلة وعريضة، في كل بلدة منها أمير قائم السيف، ولا أحد من أمرائها مستعد للتفريط في شبر من إمارته أو إمارة جاره. إن برغواتة يحميها التساند الذي تمليه العصبية اللازمة، وإن المسلمين قد يضعون اليد على سلا، ولكن هذا لن يستمر طال الزمن أو قصر. لن أسلم به أنا ولو كان فيه دمار إمارة تمليل، ولن تسكت عنه تم السجادة وإن لم تجد إلا البحر ملجأ. فأحسن الظن بجيرانك وثق بأن ما حدث حتى الآن ليس وراءه خذلان أو سوء نية، وإنما هي فرصة وحسن حظ. اهتب لهم العرب فحالوا بين المدينة ووصول الإمدادات. تمام، هو الآن. الآن؟ نعم الآن. ما العمل؟ أرى أن يميل ثقل القتال، أو بالأصح أن تركزه في المنافذ المؤدية إلى الجهة المسكونة من المدينة، قياسا على أنها مقصد الغزاة لما يتوفر فيها من متاع وأموال. ولكنهم دخلوا البلدة على كل حال، الأمر لا يختلف سواء احتلوا هذه الجهة أو تلك. هنا أو هنا كل هذا مؤقت. إن جددت الإمدادات محاولاتها، وهي لا شك فاعلة، فسيتغير الموقف برمته. لقد ألقى العدو بكل ما لديه في المعركة، أما أنت فلديك قوات أخرى ولن تعوزها الحيلة لتخطي الحصار. آمل هذا. وأدال الله من برغواتة الجبارة، ما نفعتها عصبيتها الجاهلة ولا كثرة عددها، اكتسحها عقبة إمارة نفوم سلا مليل ثم السجادة، ووقف عند أقصاها جنوبا مما يلي أرض سوس، وأجال باصرتيه في البحر المحيط حوله، وركز حربته في الرمل، وجهر مناجيا ربه. يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد إلى ملك ذي القرنين، مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. أيها الناس، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الناس، عاهدتم على الاستماتة في دين محمد ووفيتم، وقد أنجزكم الله وعده نصرا مؤزرا، فطوبى للشهداء بالجنة، وهنيئا لمن جعلها همه فيما يستقبل من هذا الجهاد.
أيها الناس، إني رأيت أن أفرغ لبعض التأمل وللاستخارة قبل أن أقودكم إلى المرحلة التالية فيه. أثناءه تباشرون الجريح وتداوون المريض وتتفقدون الصحب وتستروحون. ستقيمون ثلاثا أكثروا فيها من الذكر، ولا تسرفوا في مأكل أو مشرب. وفقني الله وإياكم. ما أنصفت برغواطة يا وتملي، إنها جديرة ببعض امتنانك. لماذا؟ ألأنها لم تقض علي؟ يبدو أن ما عملت سيوفها في قفايا مما يسرك. أو كاره ذلك حقا. ثلاث ضربات هي بالنسبة إليك حجامة كنت بحاجة إليها. سبحان الله سبحان الله. ولو كان الغرض قتلك لجاءوك من حيث تعلم. إذن عندك أن ما فعلت فيهم كان جزاء من غير جنسه. معقول، وإلا بربكم متى كان أجر الحجام إزهاق روحه؟ معك حق. والآن هيا نظف هذه الحجامة واستبدل خرقتها الرابطة بأخرى نظيفة. لك علي هذا يا أخي، لك علي هذا، وبصحتك وعافيتك. وإلى أن تأتي هذه الحجامة على نهايتها بالبرء الشافي إن شاء الله، سأجازيك مثلهم، أعني برغواطة، بل بأحسن. تجازي؟ نعم مثلهم. لا لا لا، لا داعي بذلك، دع أجري على الله. بل لا بد، هذا من العرف يا والهص، ومن الكرامة اللازمة لي. هيا هيا خبر الحجامة بالشيح. على هذا الشرط لا. بل تقبل، وإلا تكون دعوى في حجر الرجل الصالح أخينا شاكر. ومنذ الآن. هذا وتملي في غير وقاره. بأية مساءة لحقتموه؟ ها؟ يضحكون مني يا رجل الخير، يقولون إن جهاد برغواطة سالت فيه دماء الناس قتالا، وأنا سالت دمائي حجامة. ويحكم. فقلت لهم أجزيكم عن تمريضي فيها جزاء من بدأوا بها. فأبوا هذا طبعا. فاحكم بيننا. ظلموك في مسألة الحجامة هذه، وأرى أنك أنصفتهم تبعا لذلك. الرحمة، الرحمة يا سيدي القاضي. أرأيتم؟ لا تلقون جزاءكم كما قلت وكما حكم سيدنا. أحكم عقدة الرباط على هذه الحجامة. يا وتملي. سمعنا رجل الخير. هؤلاء حكمت فيهم من قول أخطأ فيه ثم أصروا عليه، فإن تراجعوا فواصفوا مصابك بالجرح في سبيل الله لا بالحجامة، ما كان لك عليهم من سبيل، وحينئذ يبقى لك عليهم جزاء من نوع آخر. أكرمك الله، أكرمك الله ورحم بك يا سيدي. رضينا يا وتملي. يبقى لك عليهم عوض تلك المجازاة أن يعنوا بك أكثر فأكثر حتى يلتئم جرحك ويقوى ضعفك وتستوي أسدا يعصف بأعداء الله شأنك قبل. نعم البديل يا رجل الخير، نعم البديل. طاب مساؤكم. ترى يا سيدي شاكر، بنو قومي لا يخطئهم المزاح. مزاح بريء يا مزدلي، هذا لا بأس منه، خصوصا في أوقات كهذه. النبي صلى الله عليه وسلم أباحه، بل حظ عليه صلى الله عليه وسلم. والآن كما ترى، أظن لم يعد في هذه الجهة جرحى أو مرضى نعودهم. حسنا، هيا إلى من تبقى في الجهة الأخرى. حياكم الله، هذا سيدي شاكر وأخي مزدلي. كيف أنت؟
أمالنا حظ في بركة سيدي شاكر. إن ينفاق وكسيلة وصحبهما جديرون بذلك. يغفر الله لك، ما خرجت لزيارة الأسوياء بل للمرضى والجرحى. مرحبا بكم قناة محب المسلسلات الإذاعية المغربية. يكون هذا ما سنحت الفرصة إن شاء الله. آمنا آمنا. طاب مساؤكم. طاب مساؤكم. همتما مساء. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمد.